حكم اللقاء هو صاحب القرار على احمد الشراوي. ضربة جزاء ادي بنشوفها في العادة مرة ثانية، وادي على طول صالح جمعة، صالح وركلة الجزاء، وصالح جوه جول، عملها حلوة حلوة على طول ركلة جزاء صناعة صالح جمعة بهدف أولاني، يتقدم النادي الأهلي في لقاء النهاردة يعني تقريبا في الدقيقة 40 من زمن وأحداث الشوط الأول من هذا اللقاء. صالح جمعة أول أهداف اللقاء من ركلة جزاء، صالح جمعة أول أهداف اللقاء للنادي الأهلي، صالح جمعة